عقد بمكتب مجلس الأمة اجتماع حكومي نيابي حيث تم بحث ودراسة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها وكيفية التعاطي معها. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود خطر أمني أو عسكري على الحدود الكويتية العراقية، موضحا أن الحكومة مستعدة بشكل دوري وثابت بخطة طوارئ متكاملة. أكدنا أن لا خطر أمني أو عسكري على الحدود إلى الآن، وكما أكدنا سابقا من يوم السبت على لسان وزارة الخارجية وعلى لسان رئاسة الأركان، أكدنا أن الحكومة مستعدة وبشكل دوري وثابت ودون حتى قبل نشوء هذه الاضطرابات اللي حصلت عند الإخوان في العراق في الجانب العراقي، بأن بخطة طوارئ متكاملة في شقيها العسكري والمدني، الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوفرة لله الحمد وعلى ومتابعة بشكل دوري وشهري. فريق الطوارئ برئاسة الأخ وزير التجارة يجتمع بشكل دوري دون حدوث حتى هذه الأحداث، ووضحنا كل هذه البيانات حق الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة حتى يعني يكونون بالصورة وتكون الصورة بالنسبة لهم واضحة. احنا بالتأكيد حريصين على ان يستتب الأمن ويستقر العراق، وهذا ينعكس علينا بالداخل الكويت، وبالتالي يعني وقوفنا مع الجانب العراقي مثل ما أعلن سيدي سمو الأمير بكل تأكيد واقفين مع الجانب العراقي. هذا يتجلى في شهر فبراير الماضي عندما قام يعني دعت الكويت دول العالم كلها لمؤتمر إعادة إعمار العراق، والتي أعلنت دول العالم 30 مليار دولار لدعم العراق.